النشاط والحركة الثقافية غير العادية، وبعدين صدمة 67 والأفول الثقافي، حرب 73 هوجة الانفتاح كويس، بعد هوجة الانفتاح مقتل السادات، وبعدين ظهور العولمة بتدريجها لحد النهاردة. كل دي متغيرات اجتماعية وسياسية فتحت دايرة أو أثرت على الدايرة الثانية اللي الكاتب جواها، وهي نقدر نسميها دايرة حرية الإبداع. حرية الإبداع وسط المتغير الثقافي والاجتماعي والسياسي متذبذبة طالعة نازلة بالبلدي كده يعني. أنا عاوز أقول إيه في المرحلة دهيت، وهل هيسمح ليا إن أنا أقوله ولا ما أقولوش؟ علشان كده كانت مرحلة السبعينات، نهاية الستينات والسبعينات، كانت الجرس اللي بيدق لضرورة التعامل مع التراث واللجوء للتراث كقناع أو للإسقاط على الواقع، والتعامل مع الدراما السياسية أو المسرح السياسي أو الموضوع السياسي في الرواية والشعر والفن التشكيلي إلى آخر فنون الإبداع بشكل أو بآخر. فقضية التراث هنا كانت بين شقي الراحة، يعني الهروب من الرقابة من ناحية، والبحث عن الهوية والأصالة الثقافية من ناحية تانية، كدافع من دوافع المقاومة للمتغير السياسي والاجتماعي السلبي في هذا الوقت. لأن حتى يعني كل المتغيرات اللي حصلت من وجهة نظر التاريخ هي متغيرات سلبية جدا، لأن حتى النشاط الثقافي والحركة الثقافية قبل 67 كانت دراما اشتراكية، بوق سياسي، اتجاه الإعلام واتجاه الثقافة في اتجاه الحكومة والرئاسة، وكان الصوت المعارض يا إما معتقل أو ممنوع من الكتاب. كويس؟ أزمة 67 متغير سلبي، حرب 73 في إجهاد شديد جدا اجتماعي وفكري واعتصار علشان نوصل لحرب 73، بعدها الفرحة يا ما تمت وجه الانفتاح، فده برضو منعطف سلبي آخر. أمامنا قضية التراث والثقافة الشعبية. هذه القضية أو هذه يعني الضحية أمام مبدعين مصر. مبدعين مصر غرفوا من التراث بغرض نقل التراث للمسرح، أو زي ما قال الدكتور مصطفى سليم في الصالون اللي فات، بالمناسبة الصالون يعني ربنا عمله كده مهتم بالتراث، ودي الجلسة الرابعة. يعني في كان في حوار مع الكاتب أستاذنا أبو العلا السلموني، وهذا الكاتب لا يخلو من التراث، ثم فعاليتين لعرض دقة زار، وكان الحوار كله في التراث، والنهارده في عين التراث. كويس؟ فاحنا محظوظين، الصالون محظوظ بالكلام عن التراث، لان ملف التراث ملف كبير قوي. التراث مظلوم في انه بتتغير ملامحه وبتتغير خريطته الجينيه الى المسرح، وبعض المسرحيين حاولوا ان هم يعملوا من المسرح بديل للظاهره الشعبيه او الظاهره التراثيه. انا علشان بس ما اطولش، الدائره الرابعه اللي هي دائره التاريخ، ازاي الكاتب يتخفى ورا التاريخ ويتخفى ورا التراث للهروب من الرقابه في وسط المتغيرات دي كلها، او للاستفاده من الدرس التاريخي، او لعرض الحكمه التاريخيه، أو لإعادة التاريخ، أو لعرض مقولة إن التاريخ بيعيد نفسه والمجتمعات لا تتغير، أيا كان الأطروحات الفكرية يعني. ولكن الكاتب أبو العلا السلموني بصراء إبداعه وتاريخه، ربنا يديله الصحة وطولة العمر يا رب، دار على الأربع دوائر الأساسية دول، اللي هو المتغير والتراث والتاريخ وحرية الإبداع. دول الأربع دوائر
اللي اشتغل من خلالهم الكاتب يسر الجندي من وجهة نظر الشخصية طبعا، يعني ممكن أي حد يختلف معايا، حقه الطبيعي. السؤال هنا بقى بعد المقدمة الطويلة دي، كيف تحقق التراث في مسرح أبو العلا السلموني؟ يعني هل التراث كان خادم لأبو العلا السلموني ويسر الجندي كتيار في الكتابة المسرحية مستمر حتى اليوم، ولا التيار المسمى بيسر الجندي وأبو العلا السلموني مع حفظ الألقاب كانوا مفاتيح لظهور المسرح الشعبي أو التراث الشعبي الإبداعي أيا كان القالب اللي بيتعرض فيه شكله إيه؟ شكرا وسامحوني للإطالة.